ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. رد الإعلامي رضوان الرمداني على المعلق الحاقد على المغرب حفيظ الدراجي بعدما قام في تدوينة غير محسوبة العواقب بالنيل من شرف المغربيات بألفاظ بديئة، وتجدر الإشارة أنه تم تداول فيديو وصورة لمحادثة مباشرة بعد إقصاء المنتخب الجزائري من الكان. رد فيها المعلق حفيظ الدراجي على إحدى الفتيات وتطاول عليها من خلال الرد على المغرب والمغاربة والمغربيات واصفا إياهم بنعوت قبيحة. حفيظ الدراجي دخلنا عليك بالله واش ما حشمتيش تعير مغربية، كل على ديك الهضرة رجولة زعما، هذاك الأسلوب ديال واحد ضعيف هشيش ما فيه الدوش، وكنتي كتبان لينا كبيرة صاحبي. أنا ملي كنت صغير وكنسمعك في التلفاز الجزائرية فرحان بك، كنقول واو انت بوطاجين الله يذكره بالخير، وبزاف ديال الدراري ديال التلفاز الجزائري اللي كنا كنشوفوهم وكنقولوا زعما هادو هما اللي العقل، هادوك الاخرين الله يعمر ليهم الدار. ولكن انت صاحبي شو وقع لك؟ واش كتكالي شي حاجه من غير الشمه، ولا كدير الشمه في شي بلاصه اخرى من غير فمك؟ وصاحبي غير دير عقلك انت بعدا، المفروض كتمثل واحد المنبر كبير، ما تحاولش يا صاحبي، دير عقلك دير عقلك دير عقلك. وانت قبيله زعما كان ممكن تبكي، كان ممكن تندم، كان ممكن تلطم، ولكن انت كتهضر بحال كتعاطى مع المغاربه، كتهضر بحال باغي تستفز المغاربه. الله يهديك، شوف حنا تقصينا ربحنا ما ربحناش هانيه بيس. ثلاث ايام القجع ارحال، ثلاث ايام واحد ارحال، ونعاودوا عاوتاني نقروا مع بعضياتنا وهانيه صاحبي. والله يهديك، وانت مول العقل، كبر كبر في عقلك شويه صاحبي، كبر في عقلك شويه، تنص بحالنا شد فينا نشدو فيك، ولكن انت معصب بحال شي العود ديال الزيتون ملي كينشف. صاحبي راه غتجيبها غير في راسك، بشويه عليك صاحبي، يرحم باباك حفيظ الدراجي. ما تعرفش تسب المغربيات والمغاربه، حدك تما حدك تم حفيظ الدراجي. الله يهديك، دير عقلك ودير عقلك، هون عليك، راه والله الا غالكره هذه راه قالت تبون، انت تعرف حسن تبون، هذه كره القدم، خلي عليك المروك شويه، الله يرحم الوالدين. قشب نقشبو، شوف داك الشيء ديال شد فيا نشد فيك، عصر عليا نعصر عليك، بنان من هنا زويته من هنا، شويه ديال البطاطا من هنا، شد فينا انت ما كاين حتى شي مشكل، عطا الله فين شد فينا، ولكن بقى فواحد شويه ديال الحدود، الله يرضي عليك. ديك الوقاحه راه ديال قله الترابي، راه ديال قله الترابي، ما غنجاوبوكش بلا بنفس المستوى، قولك غير ترجل صافي، والشمه تعلم ديرها هنا ولا هنا، ما ديرهاش في بلاصه اخرى صافي، حيت كتحرق. تهلا في روحك، تهلا في روحك، هيا يرحم باباك في الامان.